بسم الله الرحمن الرحيم. في مضمون رواية معتبرة: إذا كان الرجل يسهو في كل ثلاث فهو ممن؟ كثر فيه الشك او فهو كثير الشك اذا كان الرجل يسهو في كل ثلاث هذه شنو الثلاث اما نقول المقصود في كل ثلاث فرائض او في كل ثلاث صلوات يعني كل ثلاث صلوات يصليها مره يصير عنده صلى الظهر العصر المغرب صار عنده شك بعدين بدأ صار بالعشاء الصبح الظهر هم بالاثناء صار عنده شك بكل ثلاث صلوات يصير عنده شك. الروايه المعتبره قايله هذا كثير الشك. اذا قدرنا كلمة فريضه او كلمة صلاة في كل ثلاث فرائض وقسم من العلماء قايلين هو هذا كثير الشك هذا. زين ما في احتمال ثاني ممكن واحد يقول يمكن المقصود في كل ثلاث أيام ليش قلت فرائض في كل ثلاثة أيام الجواب هناك قاعدة في النحو هي أن الأرقام من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود إذا المعدود مذكر الرقم يصير مؤنث إذا المعدود مؤنث الرقم يصير مذكر نقول جاء ستة رجال. رجال مذكر نقول ستة رجال نقول ستة رجال زين إذا نسوة نقول ست نسوة ست نسوة أو سبع نسوة في القرآن الكريم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام الليالي جمع ليلة والليلة مؤنثة الآية قالت سبع ليال ما قال سبعة ليال سبع ليال الأيام جمع يوم واليوم مذكر الآية قالت وثمانية أيام هذه قاعدة هنا مسألتنا إذا كان الرجل يسهو في كل ثلاث لو ردنا نقدر أيام المفروض ثلاثة أيام في كل ثلاثة أيام لأن الأيام جمع يوم مذكر المفروض نقول ثلاثة أيام هي الرواية قايلة ثلاث ما فيها تاء إذا مو أيام هناك كلام قايليه يعني احتمال جاي بعض العلماء قايلين ليش ما نقراها إذا كان الرجل يسهو في كل ثلاث في كل يعني أكو شيء محذوف الان هذا الشيء المحذوف ما هو كل بالقران الكريم احمل فيها من كل زوجين اثنين البعض يقراها من كل زوجين اثنين الايه الكريمه اذا واحد يلاحظها بالقران من كل نقدر كلمه مثلا يعني من كل نوع من كل صنف من أصناف الحيوان زوجين اثنين زين ليش هنا ما نقدر منقول نقول كل إذا كان الرجل يسهو في كل ونقدر كلمة الجواب هم ما يصير لأن إذا قلنا كل وراها لازم نقراها ثلاثا إذا كان الرجل يسهو في كل الآن في كل أي شيء نقدر ثلاثا لازم هالشكل تنقرأ مع أنه بالرواية مكتوب ثلاث مو ثلاثا إذا لا ديش الطريقة تمشي مالت أيام ولا كل أيا كان التكاليف سواء بالأيام أو الليالي بس كقاعدة نحوية الا نقول الروايه جايه بطريقه خاطئه، ما يصير. الروايه صحيحه معتبره والائمه عليهم السلام افصح الناس ما يصير يقولون كلام خطا في كل ثلاث ليالي بعيد انه بالليالي يكون يسهو، بالايام بالنهارات لا. هذه بعيده. يعني بس السهو بالليل له تاثير بالنهار ما له تاثير، اذا الاقرب ان المقدر في كل ثلاث يعني في كل ثلاث فرائض وهذه قلت كثير من العلماء قايليها اذا بكل ثلاث فرائض مره يسهو قد العرف يشوف هذا قليل كل ثلاث فرائض مره البارحه صار كلام ان المفاهيم اذا كان لها اصطلاح شرعي ناخذ به ما وجد نرجع الى العرف ما وجد نرجع الى اللغه هنا العرف اذا شافوا واحد مثلا بكل صلاه يغلط يشك بكل صلاتين يقولوا له انت كثير الشك الروايه الشريفه وسعت قالت يعني مفهومها مو الا بكل صلاه او بكل صلاتين اذا في كل ثلاث يصير عند مره شك هذا كثير الشك يعني سهلت الموضوع سهلت صار كثير الشك حتى لو بكل ثلاث فرائض مره زين لا إذا بكل إذا بصلاة واحدة يشك ثلاث مرات هذا بعد كلش شكاك هذا واضح جدا نقدر نقول لا بكل ثلاث صلوات هذا بعد أسهل مو بصلاة واحدة يشك ثلاث مرات هذا جدا واضح نقول أنت شنو بكل صلاة تشك ثلاث مرات لو بكل ثلاث فرائض يشك مرة يعتبر كثير الشك وأنتم زين الان هذا كثير الشك ما يعتني لا يعتني بشكه هذا حكم ظاهري يمكن البارحه شكل مسأله ذكرت بعض الاخوان طرحها لو واحد كثير الشك الان قال خلص انا ما اعتني بشكي وما اعتنى وعقب ما خلص الصلاه اكو واحد خير قاعد يمه مؤمن قال له انت ايش سويت اليوم؟ ايش سويت؟ قال له انت سجدت مره واحده ويدري هذا ثقه يتكلم مضبوط يقول له اكيد قال له اكيد انا قاعد اطالعك سجدت واحده قال له مو انا كثير الشك وفعلا انا هم شكيت بس ما اعتنت او قال له انت ترى بالركعه الثانيه ما ركعت اصلا وانت واقف نزلت للسجود قال انا والله شكيت ما ادري ركعت او لا بس ما اعتنيت لانني كثير الشك او هالايام طالعه هذه الكاميرات اللي تسجل الاول والتالي لا تدع شارده ولا وارده حاطها قدامه ويصلي ومن خلص اثناء الصلاه هم شك وما اعتنى لانه كثير الشك قام شغلها شاف اي والله شغله مو مضبوط شان هذا شنو يعيد شو عمله او ما يعيد شكلين الجواب لها قسمان المساله مره الشيء اللي ما اعتنى فيه ما اعتنى به لم يكن ركنا مو ركن سجده مثلاً طلعها هذه طلعت الكذا الكاميرا وطالع اي أيوة والله هو شك بالسجدتين وما اعتنى ومن لاحظه شاف ساجد مره واحده بما ان السجده الواحده ليست ركنا صلاته صحيحه اما اذا كان ركن ركوع البارحه قلنا اذا واحد واقف خلص الحمد والسوره شك انا ركعت لو ما ركعت هذه الوقفة شنو هذه وقفة ما قبل الركوع أو ما بعد الركوع الشخص العادي اللي مو كثير الشك يعتبر نفسه مو راكع يكون يركع الشكاك يعتبر نفسه ركع خلص هذا بما أنه شكاك قال خلص أنا اعتبر نفسي ركعت ما راح أركع نزل سجد بعدين هذا الثقل قاعد يمه أو الكاميرا اللي سجلته شاف لا فعلا ما كان راكع يعيد صلاته لأن هذا ركن الركوع ركن إذا قال والله أنا مو كثير الشك المفروض أنا كثير الشك وما أعتني نقول له إيه ما تعتني فعلا ما تعتني لكن هذا حكم ظاهري إذا انكشف خلافه يكون تعمل على من كشف ترى هالكلام يجي حتى بقاعدة التجاوز بقاعدة الفراغ بالاستصحاب بكل هالموارد أي هذا حالة خاصة والشارع سهل له قال لا تعتني الان لو واحد سال قال زين لازم يروح يطالع الكاميرا عنده موجوده، لا مو لازم، يقول لا اطالعها ولا اتورط. يجوز له لا يطالعها، منو قال له يحطها ويورط روحه بهالشغله؟ لا يحطها اصلا من اول. لكن لو فرضنا عاده ذولا بعض الكثير الشيك بعد قلبه ما يعطي، يحطها يروح يحطها يقول اشوف انا ايش قاعد اسوي. ف ما كان ينبغي ما الشرع ما كلفه هو سوى هالشغلة وشاف فعلا شغلة غلط إذا الغلط كان في ركن يكون يعيد صلاته هذا حتى بالنسبة للشخص العادي عندنا قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ الاستصحاب هاي القواعد اللي نتكلم فيها الآن لو واحد قام وقف وقف للركعة الثانية وشك أنا سجدت مرة لو مرتين هنا تجري عنده قاعدة التجاوز حتى الشخص العادي يجري قاعدة التجاوز لو فرضنا بعدين هم طالع هذه الكاميرا شاف لا والله وحده ساجد هنا انكشف له الواقع لكن بما انها سجده مو ليست ركنا ما يعيد اما اذا فرضنا ركن شلون الركن واحد نزل للسجود سجد عقب ما سجد شك أنه ركع لو ما ركع أي قاعدة يستعملها قاعدة التجاوز يقول أنا سجدت خلص إن شاء الله راكع لكن عقب ما خلص قاعدين ناس يمه مؤمنين قالوا له شو أنت ما ركعت قالوا أنتم شفتوني قالوا ايه والله إحنا قاعد نطالعك شفناك ما ركعت أو هذه الكاميرا طلعها وشاف فعلا مراكع هذه كلها أحكام ظاهرية إذا انكشف خلافها يعمل على المنكشف عنده ماء يريد يتوضى فيه ما يدري هذا الماي طاهر لو نجس الأصل شنو؟ الطهارة هذا الماي حاطه بالحوش أو أجا ينزل يريد يتوضى شاف أجلكم الله كلب قاعد يطلع قاعد يطلع يقول ما ادري هذا الشرب من الماي ما شرب ان شاء الله طاهر من يقول لعقبي يجوز يعمل قاعده الطهاره يجوز او يستصحب طهاره الماء قام توضى بالماء عقب ما توضى وصلهم وفرضوا اتذكر اكو كاميرا بالحوش قال خلينا نشغلها نشوف شغلها شاف اي والله هذا قاعد يشرب بهالاناء تبين هذا نجس شنو صار؟ نقول له الان اعضائك كلها نجسه وين ما صابك الماي هدومك تنجست الدنيا بسببك. وقوم عيد صلاتك طلابه طويله وعريضه، كارثه تصير. زين هو من قال له اصلا يحط هذه الجهاز الاله اللي يتورط؟ الان اتورط طاح بالمشكله. اذا قال انا ما كنت ادري عندي استصحاب، عندي قاعده الطهاره، الجواب إيه انت عندك استصحاب قاعده الطهاره ما لم ينكشف الخلاف انكشف الخلاف تغير الوضع تماما. هل يختلف الحال فيما اذا انكشف الامر في الوقت او خارج الوقت؟ لا ما يختلف النتيجه واحده اذا كان الفائت ركنا يعيد يقضي, يقضي. اذا مو ركن لا شيء عليه وانتم. السؤال مضمونه لو ان شخصا تنجست يده مثلا وغسلها تصور انها طهرت النجاسه راحت وبعدين لمس موارد معينه اماكن معينه ثم التفت الى ان النجاسه لا زالت دم وبعده مو رايح. شنو التكليف؟ أولا أكو فرق بين التطهير بالماء الكثير والماء القليل هذا لو كان حاط إيده تحت الحنفية وإذا كلها تبللت لكن ما راح تتنجس كلها يعني هذا الماء بما أنه كور معتصم المكان تنجس المكان باقي على نجاسته الماء اللي قاعد ينزل ويحيط باليد كله طاهر لأن يعني متصل بالكر فيده كلها طاهرة إلا مكان النجاسة إذا لمس أماكن أخرى ما راح تأثر القضية نعم لو صب ماي قليل أخذ له إبريق وصب على إيده وبعدين لمس ثم اكتشف أن النجاسة لا زالت باقية هذا الماء القليل لما لاقى عين النجاسه تنجس وبالتالي نجس يده كلها فاذا لمس موارد معينه يكون يطهرها. زين الان السؤال اللي كان منصب عليه الكلام شغله ثانيه فرضنا الان ايده اعتبرناها نجسه ولمس مكانين ثلاثه ويحتمل بعد يحتمل لمس عشر امكنه. هل يجب عليه ان يدقق ويحقق له الشيء الذي تيقنه المتاكد منه يعتبر نجس الشيء الذي يشك فيه لا يعتني به خلصنا اكو بعد بعض الكلام لكن هالمقدار المقدار كافي في قاعده لا شك لكثير الشك شنو صارت النتيجة؟ كان عندنا قبلها قاعدة أن الظن حجة في عدد الركعات هذيك هناك الظن بقاعدة لا شك لكثير الشك الظن ما له أثر لا ظن ولا غيره ما دام هو مو متأكد خلاص هناك الظن مختص بالركعات فقط في حين قاعدة لا شك لكثير الشك تشمل الأجزاء والشرائط والموانع أي شيء يرتبط بالصلاة لا يعتني به الشك في الأجزاء قلنا شك أنه سجدت لو ما سجدت. هذا كثير الشك يعتبر نفسه ساجد الشك في الشرائط بنص الصلاة يشك أنا توضيت لو ما توضيت الوضوء شرط. الشخص العادي يكون يعتني لكن كثير الشك لا يعتني أنا جسمي طاهر لو نجس وما شاكل الأمور اللي هي شرط في الصلاة لأنه كثير الشك لا يعتني الشك في الموانع والقواطع دائما من يشك بنص الصلاة يقول والله أنا ما أدري تكلمت اضحكت بكيت الأمور اللي تاثر في الصلاه يدخلون الناس ويسلمون ويحشون يتكلمون هو رد السلام خو واجب جائز واجب لكن غير رد السلام يقول اخاف انا قلت له شلونك يمكن مو بس قلت له عليكم السلام يمكن تكلمت وياه لانه هو كثير الشك يظل يشك بهالشغله لا يعتني كل شيء يرتبط بالصلاه جزءا كان شرطا مانعا قاطعا لا يعتني به كثير الشك وقلنا كلمة أخيرة هناك فرق بين كثير الشك وبين الوسواسي الوسواسي اللي قضيته بعد خارج عن الوضع المتعارف صاير, صاير عنده حالة مرضية اللي يشك من دون أي سبب في مضمون رواية معتبرة الراوي يقول للإمام عليه السلام يقول ذكرت له شخصا رجلا من أصحابنا وقلت هو رجل عاقل لكنه كثير الوضوء والصلاة يقصد كأنه كثير الوضوء والصلاة يعني هي عيد يعيد وضوء أو صلاته. فقال وأي عقل له تقول رجل عاقل وهو يطيع الشيطان قلت كيف يطيع الشيطان؟ قال سله هذا الذي ياتيه من اين سيقول لك من الشيطان؟ هو راح يقول لك هذا الوسواسي اذا تساله تقول له ليش انت وسواسي؟ يقول والله شو اسوي؟ كله من الشيطان هو يدري الشيطان قاعد يوسوس له لكن يظل يتبع يتبع كلام الشيطان فيكون يتركه مرتين ثلاثه عشره الى ان يروح عنه هاي هم مسألة كثرة الشك إنما تسقط التكليف عن يعني الشخص إذا كانت مرة تكون في بشكل عام يعني بالصلاة يشك لا في مكان معين مرة يشك بالركوع مرة بالسجود مرة بالقراءة ما عنده مكان محدد خلص هذا ما يعتني أينما شك لا يعتني ومرة لا كثرة شكه منحصرة في شيء معين، في مورد معين. يقول أنا بالسجود أشك، دائما ما أدري هاي السجدة الأولى أو الثانية. فما يعتني في هالمورد. إذا فرضنا اليوم شك في القراءة، يعتني لأنه ليس كثير الشك فيها. أو شك في القنوت، عفواً أه بالركوع. أو شك في التسبيحات الأربع وما شاكلها. اذا كان شكه منحصرا في مورد معين لا يعتني بالشك في ذلك المورد المعين اما في الموارد الاخرى التي لا يكثر شكه فيها فلا بد له ان يتعامل معها تعامل الشخص العادي لانه الموضوع ما تحقق فيها الحكم يتبع موضوعه هنا هو كثير الشك في السجود وليس كثير الشك في الركوع، اي الروايه تتكلم عن الصلاه، الروايات كلها تكلمت عن الصلاه، لكن تتكلم عن قضيه معينه اللي هي كثره الشك، فاذا فرض واحد بمورد معين في الصلاه هو ك... هنا كثير الشك، اما هناك ليس كثير الشك، يعني الموضوع انتفى في الموارد الاخرى. يعتني بالشك لا يعتني به في المورد الذي هو كثير الشك فيه لتحقق الموضوع نجي الى قاعده وهي عموم حجيه البينه البينه اللي عاده يقصد بها شهاده الشاهدين العادلين هذه حجيتها عامه يعني في كل مورد كان هناك شاهدان عادلان تعتبر البينه تعتبر شهادتهما حجه هناك بعض العلماء مشككين بحجيه البينه في كل مورد ربما يخصصوها بموارد خاصه راح تجينا ان شاء الله نريد نثبت ان البينه حجه بشكل مطلق في الموضوعات وفي الاحكام لكن بس كلمتين حول كلمه بينه كلمه بينه كلو باللغه معناها الشيء الذي يبين به الامر اي شيء يخلي القضيه تظهر وتبين يسموها بينة يعني لا تختص بشهادة العدلين. الآية الكريمة: "لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة". هذول الكفار من أهل الكتاب والمشركين ما راح يتركون كفرهم وشركهم حتى تأتيهم البينة شنو يعني تأتيهم البينة يعني يجيبوا لهم شهود اثنين مثلا الآن ذول الكفار الموجودين بالدنيا إذا واحد يجيب لهم شهود اثنين على أن الإسلام هو الحق لهم يلا جبنا لكم شهود خوش أوادمهم تعالوا صيروا مسلمين يسمعون كلامه يعني يدورون شهود مو هذا المقصود حتى تأتيهم البينة المقصود بها ما يبين يعني حتى يأتيهم الشيء الذي يظهر الحق ويتجلى به الامر فكلمه بينه في اللغه كل شيء يظهر به الامر المختفي اي امر غير معلوم الشغله اللي توضح هذا الامر نعبر عنها بالبينه زين سؤال ليش يعني شهادة العدلين نعتبرها بينة؟ مع انه ربما عدول اثنين يشهدون في قضية وبعد الانسان شاك يجون اثنين يشهدون بأنهما رأي الهلال هو شاك يقول ما ادري هذا صحيح كلامهم مشتبهين مثلا يبقى شاك اذا ثبت راح يجينا ان شاء الله بكرة بعض الكلام في اثبات حجيه البينه، اذا ثبت ان البينه اللي هي شهاده الشاهدين حجه ليش سميناها بينه؟ مع انه ما بان، ما ظهر الشيء، لا زال مشكوكا. الجواب انه هي شهاده العدلين فيها نوع كاشفيه كاشفيه ناقصه مو تامه. يعني ما تبين لنا القضية بشكل قطعي لكن الإنسان يصير عنده سبعين بالمية ثمانين بالمية احتمال يعني فيها كاشفية بمقدار فإذا دل دليل من الشرع على أن شهادة العدلين ماضية معناه أن الشرع تمم كاشفيتها هي فيها كاشفية بمقدار سبعين بالمئة ثمانين بالمئة إذا أجى الدليل قال خلص خذ بقول العدلين كأن الشارع أتم هذه الكاشفية قال خلص اعتبر القضية كأنها قد حصلت كأن هذا الكلام صحيح إن شاء الله غدا نتكلم في هذه القاعدة